يا مشجعي الرياضة، أنا عندي ليكو كلام هقوله باستفاضة للكل تمام. بتشجع فريق عندك لعيب أو لاعب فردي ميزته أكيد، بفوزه بتكون سعيد فرحان وحقك تفرح بفوزه تمام. فكون موزون بعقل سليم، يوم هزيمته برضه كمان، والهزيمة سبب تقصير من فريقك في التحضير أو من لاعب ميزته كتير. فبلاش تصنع في أقاويل ملهاش عازة في التعبير. الكل فاهم مين فاز باجتهاده وكان ده أساس، فبلاش تضل كتير في الكلام عشان ما تظلم نفسك تمام وتضيع حق المجتهدين وتقول حكام لا جماهير، ده الارض وحشه مليانه طين، انت اللي خيبتك اكيد خيبتين. مش عارف ان الرياضه في المسابقه هازم ومهزوم، واللي يقول غير كده مجنون، والفوز دايما للمجتهدين يبقى اكيد لهم مبروك، سعوا للفوز وكانوا اسود. ملوش عازه تكون في ضلال بكلام خايب كله دمار، ايه هيفيدك كل قرار. التشجيع في الاصل هوايه، لا انت بتلعب مع لعيب ولا ليك انت في التدريب في الهزيمه او في الفوز. الكل فيهم واخد المال، الفايز فيهم والخسران، ويروحهم وياكلوا طعام ويجلسوا وسط الاهل والاحباب وينسوا الماتش ويشوفوا مشاريعهم وصلت لفين وانت عامل لي فيها قرفان. ويا عالم واكل ولا جعان وجالس وحدك بقى وزعلان، ويمكن منكد على حد كمان بسبب هذا. اصحى معايا افهم بقى ده الوعي تمام، واوعى تزعل مني بجد، ده كلامي لوعيك والتركيز ورسالتي معده بضمير.